السلام عليكم. دلوقتي نشوف ازاي نحصل على سبوره سهله ونحتفظ فيها بالبيانات بتاعتنا ونشرح بيها للطلبه. فممكن من هنا من جوجل الخدمه بتاع جوجل بلاقي هنا عندي جام بورد، او ممكن تعمل سيرش عليها على النت، او هتلاقي رابط اسفل الفيديو اهوت. خليني اقول له ان انا عايز اجي من هنا كده، دي اول ما فتحت هقول له ان انا عايز ملف جديد خالص نيو، تقدر تسميه اي اسم انت عايزه، ممكن مثلا بيعمل اريفيا. اوكي طيب، بتقدر تيجي هنا مثلا تختار القلم اللي انت عايزه، وليكن مثلا الفرشة مثلا، وتبدأ تشرح للناس او قلم اهوت، وتقدر تقول لهم مثلا ان احنا عندنا البيم فيه مثلا 3 مستويات، وتبدأ تشرح مستوى الزيرو، مستوى الواحد، مستوى الاثنين، مستوى الثلاثة، وهكذا، وازاي الاثنين من هنا لهنا ومن هنا لهنا ومن هنا لهنا وهكذا. لو حبيت تمسح اي حاجة خالص بتلاقي عندك التمشي ده. طب انا عايز الخلفية تكون سودة، فباجي هنا اختار لون الخلفية، تمام، في لون اسود برضو. تقدر تيجي بعد كده هنا وتقول له انا عايز لون ابيض، فتبدأ تكتب باللون الابيض، وتقدر تعمل سيليكت على الحاجة اللي انت عايزها. ممكن تقول له انا عايز احط نوتس باللون اللي انت عايزه، فتبقى موجودة. لما تحب تقدر تدخل في جواها وتمسح وتعدل زي ما انت عايز. ممكن تقول له انا عايز اضيف صورة، تختار تعمل ابلود لصورة معينة بالشكل دوت. هو لسه بتحمل، فتقدر بعد كده تنزل الصورة ديت تحطها كلوجو مثلا هنا بالشكل دوت. ممكن تقول له انا عايز اعمل تكست، وتكتب التكست اللي انت عايزه. تقدر تعمل سيلكت وتغير اللون بتاع التكست. ممكن كان في ليزر بيختفي بأول ما ترسمه، فأنا مثلا الجزء دوت عايز الناس تركز عليه، وبعد كده الليزر بيختفي. فدي من ضمن الحاجات اللي مش كتير بتلاقيها في السبورات اللي موجودة على النت. طب أنا عايز صفحة كمان، بتدوس على العلامة دي فيبدأ يعمل صفحة 2 وصفحة 3 صفحة 4، وكل صفحة فيهم تقدر ترسم وتكتب زي ما انت عايز. تقدر تيجي هنا وتشوف الصفحات كلها موجودة، وتختار الصفحة اللي انت عايز تشتغل عليها. طبعا كل الامكانيات ديت جوجل عاملاها مجاني، تقدر تيجي هنا تعمل منها دوبليكيت او تعمل منها ديليت. طيب ممكن بعد كده تيجي تبدأ ترسم في قلب اللوحة بتاعتك عادي خالص، تمام، دي هتختفي لوحدها. بدوس زر الكليك هتبدا تختفي. تقدر تيجي تقول له انا عايز امسح كل حاجه موجوده هنا. تقدر تعمل زوم للحاجه اللي انت عايزها. ممكن تقول له انا عايز اغير الاسم اللي انا عايزه، تمام. ممكن تيجي بعد كده هنا تقول له انا عايز اغير الاسم، عايز اسيفها كبي دي اف، عايز اسيفها كصوره، عايز الغيها، عايز اعمل منها نسخه، وهكذا. فهو بيديك امكانيات حلوه جدا في ان انت تحتفظ بالحاجه زي ما انت عايز. زائد ان انت عندك موضوع التراجع. طيب لو رجعت تاني للجام بورد هتلاقي الجام بورد الجديده موجوده، ودي اخر حاجه اشتغلت عليها فموجوده هنا. تقدر تقول له انا عايز ارتبهم بالحاجات اللاب ملكي، حاجات اللي مش ملكي، يبدا يجيب لك حاجات لو حد شير معاك حاجه، لان انت تقدر تشير الملف ده مع اصدقائك، هم يقدروا يدخلوا معاك في قلب الملف ويعدلوا، يعني زي ملفات جوجل تقدر تشارك الملف ده بحيث ان كله يقدر يعدل معاك في نفس الوقت. هتقول له شير، وتبدا تكتب الايميلات اللي انت هتشارك معاها الملف دوت، او تقول له انا عايز الرابط. الريستريكت دي بقى لازم هو يبعت لك وانت توافق، فممكن بقى تقول له لا خد الملف، خدها جاهزه اهيت، يقدر هو يعمل اديتور اي حد معاه الرابط دوت.